اتصال ده انا حاولت بقدر الامكان اتصل، وفي نفسي يعني اكلم الاستاذ مرتضى منصور. اتفضل مع حضرتك. اتفضل اتفضل استاذ مرتضى. حضرتك مع احترامي الشديد يعني شخصيه نادره. اوكي سامعني كويس حضرتك؟ اتفضل كمل كلامك. اتفضل يعني سامعك. اعرف نادره حضرتك شخصيه نادره في حاجه واحده بس، انك انت بتتلذذ في اثاره المشاكل وانا عضو في نادي الزمالك، وحضرت لحضرتك موقف وانت بتشتم الاستاذ حسن بتاع كره اليد. حسن صار؟ نعم لا غير لا الاستاذ حسن مصطفى. حسن مصطفى بتاع كره اليد، وكان البرنامج في التلفزيون ومنتج الحوار وبتاع، ودخلت معاك وقلت لك ما يصحش الحوارات دي على ناس وشخصيات عامه واو واو. ده الكلام ده في شهر 7 سنه 2005، وكان لسه الانشاءات اللي موجوده في النادي تحت الانشاء. اللي حصل ان حضرتك دايما مستفز للناس وبتتلذذ بايقاع الاذى على نفسك، دي من تركيبتك الشخصيه. تمام. حضرتك دكتور نفساني مش كده؟ انا اخصائي صحه نفسيه وكلمته. طب انا بص بقى انا هاجر حضرتك. انا يا استاذ منتصر انت كنت لا ثانيه واحده لا انا عايزه لا انا عايزه ده انا بدور عليك من زمان، بدور على الدكتور مجنون كده من زمان، بدور على الدكتور مجنون من زمان. استنى بس انا عايزك تنام بقى عشان احللك. وانا عارف شويه شويه ايه ده انت راجل عبيط والله انت راجل عبيط. صدق بقى يا استاذ انت اسمك منتصر ولا عضو في النادي؟ اسمع بس يا استاذ يا راجل ده انت مش فاكر اسم الراجل اسمه حسن ايه يا بقى؟ بس المشكله مشكلتك انت يا استاذ مرتضى. يا ابني انا عايز حد يكلمني محترم ما تعمليش مداخلات. لا استاذ منتصر شكرا جزيلا للمداخله. شكرا شكرا استاذ مرتضى. استاذ مرتضى لا ما هو ده ولا لا دكتور ولا اسمه منتصر، ده راجل عبيط جايبهولي يقول لي بتتلذذ. طيب يعني شايف ناس قربان. ما احنا برضو بنحترم مشاهدينا ومستمعينا. معلش ونحترم لا ما هو عايز اقول لك حاجه نحترم.